السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك والسالمين والغانمين والحجاج الزايرين إن شاء الله وحراوة إن شاء الله بإذن الله الاثنين أو الثلاث، لأن الخميس هيجي معي عمل والفنانين كلهم عربانين، الله يرزقكم. طبعاً أهني الشعب اليمني من شماله إلى جنوبه من شرقه إلى غربه بمناسبة 30 نوفمبر عيد الجلاء، عيد خروج آخر مستعمر بريطاني من جنوب اليمن في عام 1967. جلس مستعمر الجنوب اليمن 129 سنة، شوفوا على لباطه، شوفوا على لاسي أرض جنوب اليمن لاسي شلك، رجعوا قالوا لها الأحرار شلك على قرحلك. صعب شلك على قرحلك، شبحوا غرب إذنك كذا وكان يمزوها كذا وكان يسيح البريطاني لو ما كان يسمعوا صوت الله بريطانيا. فخبرت في بريطانيا من سمعوا صوتي قصتهم انه غربي، جاوا جنوب اليمن الشو استاذ الغربي هذا وصلوا بانه صاحبهم البريطاني، خرجوه وتخرجوا وراحوا لهم في عام 1967. طبعا اهني كل احبابي، كل احباب قلبي وكل متابعين قناتي وكل المشتركين في قناتي فوق عيني وراسي. انا طبعا بين اقرا التعليقات كلها، التعليقات كلها الذي في الفيديوهات كلها ولا بين فل التعليق. واحيي كل من بيدخل قناتي وكل من بيفعل تعليق سواء ايجابي او سلبي، انا فوق عيني بحياتكم انا فوق عيني وراسي قاومني الله. طبعا اتمنى للشعب اليمني كله ان شاء الله اجازه سعيده، عيدوا وارتاحوا ان شاء الله وزوروا المكالف، ولو عيد وطني زوروا المكالف، لا تطلهم زلط طولهم علم. وغنوا لهم ثوري 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 هي اهم شيء اي حاجه، مش ضروري الزلط يعني. اتمنى للشعب اليمني كله ان شاء الله اجازه سعيده، إجازة سعيدة على أساس إن إحنا يومياً بنداوم معنا عمل معنا. إحنا إجازة يومياً، يومياً إجازة ما فيش عمل. يومياً جلاء جلال بني مطر، سع شلال بني مطر. أي أي الله. طبعاً جلس المستعمر البريطاني في جنوب عدن 129 سنة، الأبطاء من جبال رتفاء من السهول من الودياء من الجنوب من الشمال من كل منطقة في اليمن دافعوا عن حريتهم، ما قبلوش انهم يهتانوا، ما رضوش بالإهانة، وخرجوا المستعمر البريطاني، خرجوا والد والدي، كان يهرب البريطاني وحكى القنبلة تفحط لما يطلع التراب يجعبر من كثرة السرعة من كثرة الفجيعة. جلسوا المقاتلين البريطانيين يستخدموا 3 سنين قطر الحديد، قطر الحديد قدم مصفرين كلهم فوق ما قدم مصفرين، قدم مصفرين، كنت بسرع الجندي البريطاني مصفر والعرق باينته من كثر ما الله يضوهم. طبعا هو خرج اخر جندي بريطاني في عام 1967، خرج من الجنوب من جنوب اليمن، خرج ورجع. هو خرج ورجع وغير زي بسر مراته وجهاله ويدي لهم مصروف ويدي بسر عمته هي طحست في التراجي وكسرت رجله وسعف على ضبر خيره حق بريطانيا وعالش. ودعا بعد ذلك الجندي البريطاني اخوته وانسابه وحق الحاره والعاقل حق الحاره وحق المجلس المحلي كل من البريطاني ورجعوا لجنوب اليمن وظلكم موجودين. ليش بنكذب على انفسنا؟ الابطال الاحرار الذي لا يطوهم الذي خرجوهم قد ماتوا قد راحوا لهم. لو هم موجودين حرم ما يطب بريطاني ولا طعستاني ولا تبرتستاني. تمام هم رجعوا، ليش بنكذب؟ وغير احنا بنحتفل بهذه المناسبه كمناسبه وطنيه رسميه وك يعني زي ما نقول قدو برستيج وكذا. يعني احنا متعودين في هذا اليوم في من كل عام انه في هذا التاريخ بالضبط انه احنا نحتفل، اما الاستعمار، الاستعمار ما زال موجود، ما زال ما زال. طبعا معي متابعين من الجنوب من كل مكان في الجنوب من كل مكان وبنتواصل معهم، احييهم احييهم والله انهم رجال والله انهم ابطال ومش بيديهم اي حاجه. طبعا احبابنا واخواننا في الجنوب بيعانوا الامرين، ازمات ازمه بعد ازمه ازمه انتهاك، قسما بالله العظيم قسما بالله انهم لا حول ولا قوة إلا بالله، نتمنى لهم إن شاء الله، نتمنى لهم إن شاء الله أنهم يوصلوا إلى بر الأمان. الله ينتقم ويصيب الذي بيسبب المشاكل في الجنوب، سواء في الجنوب أو في الشمال أو في أي مكان أو في أي منطقة في اليمن. في كلاب، في ناس بياعي، في ناس بياعين قلع باعوا وطنهم باعوا عرضهم باعوا كل شيء علشان الفلوس.
لذلك اتمنى من الرحمن الراحمين انه يخارجنا، سواء احنا في الشمال ولا اخواننا واهلنا الذي في الجنوب. والله في اسر اقسم بالله بذوق الامرين، في اسر بتدور ما داكل، بيعانوا معانا خلوها على الله، بس يعني ما زالوا في استعمار. الكبار الكلاب بياكلوا 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 من عرض هولك المساكين الذي جالسوا في الجنوب، الذي جالسين في الجنوب. بس خلونا نحتفل، خلونا نحتفل كتاريخ 30 نوفمبر. خلونا نحتفل. لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا أحيي كل أحبابي الذي في الجنوب، في كل مكان في الجنوب. أحييكم أنتم رجال، أنتم مثقفين، أنتم أسود، ولكن ما بلي التحيلة. الإنسان يعني يتي جهده والباقي على الرحمن الراحمين. والكلاب، مع احترامي للكلاب، والله إن الكلاب أوفياء. أقسم بالله إن الكلب وفي. إن الكلاب أوفى من بعض البشر. ولكن هؤلاء الذي باعوا البلاد وباعوا الأرض وباعوا العرض، أينتقمهم أرحم الراحمين؟ الله يصيبهم. الله ينتقمهم. ماشي شطف الله عليكم. أتمنى لكم إن شاء الله إجازة سعيدة، انبسطوا وارتاحوا وعيشوا حياتكم. وغضوا إن شاء الله بكروا معكم دواء، معكم عمل. بكروا بتلوا والبسوا، البسوا الكرفتات وتعطروا ورجعوا تحطوا البطانية وارقدوا. من انبع عمل. سلام الله عليكم.